أول يوم بنحكم في مسابقة الRO V. طبعا مسابقة الRO V هي مسابقة الغواصات الآلية اللي بتعملها شركة حدث بالتعاون مع الأكاديمية العربية وبالتعاون مع مات اللي هي المارين تكنولوجي سنتر في الولايات المتحدة الأمريكية. المهمة الأولى للشاب اللي هينزل المفروض إن هو يعمل سيرفي للشبريك اللي تحت. عالم الRO V ده ما كانش معروف كويس. دلوقتي مسابقة بتعمل فوكس على اندستري غنية جدا، اندستري محتاجة طلبة تيجي تشتغل في الRO V وتبقى فاهمة يعني ايه RO V وكده. اكسل نوت ليس التميز وليس اقل في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. يوم النهاردة يعني أصفر عن فرقتين بس اللي عملوا شو أو اللي خدوا سكور يعني، بس احنا فرحانين جدا بالناس وفرحانين جدا. في ناس عندنا في ستة ابتدائي وناس عندنا في تالتة اعدادي وناس عندنا في أولى ثانوي، يعني في ناس كده صغيرين جدا وعاملين شغل كويس قوي، المفروض ان احنا كلنا نشجعهم حتى لو ما خدوش سكور. يعني صغير خبرات قليلة جدا وبدأت تشتغل وتحاول ونجح منهم أكتر من واحد، ودي كانت حاجة جميلة قوي إن إحنا في الإندستري ما بنشوفش غير أجانب، بس لأول مرة بنشوف مصريين وبيبدأوا من هم صغيرين هيقدروا يوصلوا لحاجة حلوة إن شاء الله. بس إنهم عمري ما فكرت تفكير زي ده بصراحة. وبعد ما دخلت الإندستري أنا أقول للناس دي بعد ممكن بعد 5 6 7 سنين يبقوا أحسن مننا 1000 مرة، يعني يبقى واحد عنده 18 19 سنة ممكن يشتغل بكواليتي أفضل مننا كتير جدا. حاجة كانت في دماغنا واحنا داخلين التيم عشان نخش الRO V، بما اننا ما نعرفش اي حاجة اصلا عن الRO V اللي كده، كان ان احنا نتعلم ان احنا نعرف يعني ايه RO V. انا عايز اوجه شكر لكل الفرق المشاركة والطلاب اللي شاركونا في المسابقة، وبقول لهم كلكم وينرز فايزين. المشاكل اللي حصلت لكم ان شاء الله المرات الجاية ما تحصلش. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى نشوفكم ان شاء الله في المرات الجاية احسن واحسن واحسن، وتكونوا انتوا الرصد بتوعنا في الجامعات وبين الطلبة لتشجيعهم على الشغل العام. Right, is it okay?